بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشرقت بنوره الظلم. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة للأمم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أكبر عزة للعبد المؤمن هي أنه يصطفيه ربي ويختاره باش يقف بين يديه يصلي يدعيه وينجيه. لكن ثم ناس يشكيوا من مشكل كبير فيما يخص صلاتهم، وهو عدم الخشوع في الصلاة. كل عبادة أديوها وما تأثرش فينا من الداخل، كل صلاة نصليوها وما كانش القلب حاضر فيها، ولو ركعنا أو سجدنا راهي فيها نوع من العقوبة. خاطر الركوع والسجود مش مجرد انحناء ظهر، لا، الركوع والسجود يتملاو بالقلب قبل كل صلاة صليتها وما حسيتش بعظمة الآيات، ما حسيتش بك العظمة متاع الآيات اللي تقرأ فيها. حط في بالك أنك كنت قاعدة تأدي في الحركات بركة، مش قاعدة تصلي، على خاطر الخشوع في الصلاة هو أصل الصلاة وروحها. وثم ثلاثة حاجات نجم نعملوها والرب عليها أنفسنا باش ربي يكرمنا بالخشوع. وأول حاجة وأهم حاجة هي حضور القلب. وقت يكون عندك همة للصلاة، أول ما تسمع المؤذن يقول الله أكبر، سيب اللي في يديك وقوم بهمة ومحبة لذكر الله سبحانه. يلزم تكون عندك همة أنك تلحق بركب السابقين الأولين من المنبين للنداء العظيم هذا. يو خياني اللي أخروا صلاتهم لآخر وقت وإلا يجمعوهم مع بعضهم في آخر النهار عمرهم ما يخشعوا. أول ما يقول المؤذن الله أكبر وقف كل شيء، أول ما يقول المؤذن الله أكبر قوم لصلاتك ولسان حالك يقول ما ثم شيء لهيني ويشغلني عنك يا ربي، ما ثم شيء أخرني على صلاتي وعلى الوقوف بين يديك. ويا أخي بالله أنا مش أسألك سؤال خويا الغالي وأختي الغالية، ثم أعز من أنك تقابل ربي؟ يا أخي الحاجة اللي أنت شادها توا في يديك هي أهم من ربي سبحانه وتعالى. الواحد لابد أنه كما ذكرنا وقت اللي يسمع الملبي اللي يسمع نداء الله سبحانه وتعالى اللي نادي في ربي يقول الله أكبر، عظم كلمة الله أكبر في قلبك. لكن مدامك تقوم للصلاة وانت كسلان باخل وساعات تبدأ مكره كما قال ربي وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ماكش باش تخشع ولو غمضت عينيك وعصرت روحك، مش باش يجيك الخشوع بتاتا. الأمر الثاني المطلوب للخشوع يخياني هو أنك تفهم أش تقول وفاش تعمل. ما وثم ناس تصلي ومش عارفة روحها فاش قاعدة تعمل، الدرجة يسهو في الصلاة ويدخلوها بعضها وما يفيق بروحه، كان يقرأ في التشهد في عوض الفاتحة وإلا يعمل في أذكار وإلا قاعد يتذكر شنو ضيع من فلوس وإلا حاجة نساها يذكرها في الصلاة، لدرجة أنهم يسهوا في الصلاة ويدخلوها بعضها. وأنا ننصح كل مسلم وكل مسلمة أنه يقرأ تفسير سورة الفاتحة. لازم تقرأها وانت عارف علاش قلت الحمد لله رب العالمين، مش لله الحمد وإلا الشكر لله، وعليه قلنا رب العالمين وما قلناش رب المؤمنين أو المسلمين، واش معناها ملك يوم الدين، وتعرف شكونهم غير المغضوب عليهم وشكونهم الضالين. ثالث حاجة تجلب بها قلبك للخشوع هو أنك تستحي من الله وتذكر أنعامه وإحسانه عليك في جانب تقصيرك في عبادته. تقف بانكسار بين يديه وتقول يا ربي أنا اللي أنعمت علي من خيرك فتعاملت بالربا، أنا اللي رزقتني الصحة فعصيتك وعيني عصاتك، أنا اللي كل مرة نغلط ولطفك احفظني ويرعاني. وديما أقول أنا مخطئ، أنا مذنب، أنا عاص، هو راحم، هو غافر، هو كاف، قابلتهن ثلاثة بثلاث ولا تغلبن أوصافه أوصافي. الخشوع يجيك كيف تستشعر معنى أنه ربي عظيم، وأنك لما تكون ساجد تكون قريب منه وأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. ولو كانت عندك حاجة أو أمنية تتمناها، لو كانت عندك حاجة عند الخلق قم توضأ وأتقن الوضوء متاعك وقول الله أكبر، تخرجها من الجواجي وأبدأ في الصلاة متاعك. وأول سجدة أبدأ في الدعاء واطلب من ربي، احكي مع ربي سبحانه وتعالى، نجيه باللهجة متاعك بالدارجة وقول له يا ربي راني نحب ونحب ونحب بالعربية الفصحى، لا بأي لغة وبأي لهجة وبأي لكنة. الله سبحانه وتعالى يفهمك وهو مطلع على اللكنة متاعك وعلى سرك وعلى جهرك. خويا الغالي أختي الغالية،
أراك أول ما تدخل في صلاتك ربي يقبل عليك وصلاتك. حط في بالك هي راهي الصلة بينك وبين ربي سبحانه وتعالى، بينك وبين ناجيه سبحانه وتعالى، واحكي معه قل له يا ربي أنا عبدك الضعيف قلت حيلتي، يا ربي أنا عبدك الضعيف ولدي مريض زوجتي مريضة، يا ربي أنا اللي عندي المرض الفلاني والفلاني والابتلاء الفلاني، أشكر ربي سبحانه وتعالى، اشكيله واشكره على النعم هذه وقل الحمد لله واحكيله واطلب منه وتدلل عليه يا سيدي، تدلل على ربي سبحانه وتعالى وادعيه بقلب رقيق وصافي وصادق واطلب منه اللي تحب. وإن من شيء كما يقول ربي سبحانه إلا عندنا خزائنه، وسيدنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يستحي أحدكم أن يطلب من الله ولو ملح لطعامه، راه الباب بينك وبين الله مفتوح، ما تقطعش صيلتك به، ما تقطعهاش وما تقطعهاش الصلة بربي سبحانه وتعالى، وما تنساش أنك تدعي للمسلمين وللناس الكل بالخير، يا ربي ارزقنا الخشوع في صلواتنا، اجعلنا من المحافظين عليها يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش توصلك موعظة كل يوم من عند الشيخ بلال بن محمود، أبعث SMS فيه كلمة موعظة على الرقم 853 53، أعيد 853 53.